ابتداء من الأسبوع المقبل، تكوين أول دفعة للبحارة غير متحصلين على شهادات هو ما تتجه إليه وزارة الصيد البحرية تلبية لطلبات العديد من المهنيين والشباب البحارة الراغبين في اكتساب مهارات في المجال. اليوم كما تفضل السيد الوزير وحضر معنا الدورة العادية الأولى، وكان صرح لنا باللي من تاريخ من الاسبوع القادم يقدروا الناس تسجل صورته، الناس اللي بدون مستوى باش يقدر يتكون بحار اللي كانت ما كاش قبل. ملف الأجهزة الحساسة، تنظيم تسويق المنتوجات الصيدية، ناهيك عن تنظيم نشاط الصيد التقليدي، أهم الملفات التي ناقشها وزير القطاع مع المهنيين. إنسان ما يقدرش يخدم من جهة ويطور نشاطات ويطور استثمارات ومليه السوق يعني غير متحكم فيه، ما فيش تنظيم في السوق، ما فيش معايير. أما فيما يخص ملف الأجهزة الحساسة، تم تنصيب فوج عمل مع وزارة البريد والاتصال اتصالات السلكية واللاسلكية لوضع التسهيلات لفائدة المهنيين فيما يخص وسائل الاتصالاتية خاصة منها الراديو. مواصلة العمل التشاوري والبحث عن حلول مشاكل القطاع وتنظيمه من شأنه إنعاش هذه الشعبة قصد تلبية الطلب الوطني.